في قصر اليونسكو نظم المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بالتعاون مع تجمع الجمعيات النسائية في الجبل معرض بيروت للمنتجات القروية، المعرض السنوي الأول بالتنسيق مع وزارة الثقافة. حضره إلى جانب شيخ العقل سامي أبو المنى، وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، والاقتصاد أمين سلام، وعدد من النواب والشخصيات والفعاليات. ووقع الاختيار على قصر اليونسكو لسببين، أولهما الرؤية المشتركة التي تجمعنا ومعالي الوزير وزير الثقافة، والتعاون الميسر الذي نلمسه. قلنا بدك تعاون، قلنا التعاون الميسر الذي نلمسه دائما من الوزارة. وثانيهما لأننا أردنا أن يكون هذا العمل ثقافيا بقدر ما هو اقتصادي، ونحن لسنا بعيدين في التوجه الاقتصادي عن معالي الوزير الصديق الأستاذ أمين سلام وعن وزارة الاقتصاد. فقد شهدنا خلال هذا الصيف معارض عدة في الجبل والمناطق اللبنانية، لكن لجنة المعرض اختارت العاصمة بيروت لتكون محطة ختامية في موسم التموين والاستعداد لفصل الشتاء. ومن هذا المكان، هذا المكان الجامع للبنانيين من قصر اليونسكو، وفي أجواء هذه المناسبة القائمة تحت عنوان الصمود الاجتماعي، نوجه تحية إجلال وتضامن لغزة، غزة الجريحة والمقاومة، ولشهداء غزة، ولأطفال غزة ونساء غزة، ولجنودها وشبابها الذين يتعرضون لأبشع أنواع القتل والتدمير. شيخ العقل قصة والوزيرين المرتضى وسلام والنائب حمادي شريط افتتاح المعرض، وجالوا مع الحاضرين في أرجائه. هذه رسالة مضمونة ومفيدة، أنه هذا الشعب متمسك بأرضه، فخور بأرضه، واعي لقدراته، وهو اللي حبيكفي بهذه الأرض وبهذه المنطقة مش غيره. وهذه الفعاليات تعطي إيجابية اليوم، بتحرك الناس، بتحرك مصالح الناس، بتحرك مواهب الناس، بتحرك الاقتصاد. مثل ما سمحت الشيخ قال، بتنزل الجبل على بيروت وبتطلع بيروت على الجبل. هاي منتجات إلى رمزية، إلى أهمية، بتربطنا بالأرض. هو هذا النمط وهذه الدرجة من الإبداع في كل شيء، في الفن الطبخ وفي فن الحرفي من قبل أهلنا في الجبل والأرياف. نحو 80 مؤسسة من الجبل شاركت في هذا المعرض الذي استمرت فعالياته حتى مساء يوم الأحد.